الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد رحمه الله: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية جعلها المصنف رحمه الله تعالى عنوانا لهذه الترجمة، التي فيها أن من واجبات الموحد أن يضيف نعم الله إلى الله لا إلى غيره، وأن من أضاف نعم الله عليه إلى غير الله وإن كان معتقدا أنها من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا من كفران النعم، من كفران نعم الله. فمن واجب العبد الموحد أن يضيف نعم الله إلى الله لا إلى الأسباب، لا إلى الأسباب، وإنما يضيفها إلى المنعم. وقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هذه جاءت في سورة النحل. وسورة النحل من أسمائها عند أهل العلم سورة النعم، لكثرة ما عدد الله فيها سبحانه وتعالى من نعمه على العباد. ولهذا لما تقرأ السورة من أولها تجد غالب الآيات في عد النعم، نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي تمام هذه النعم قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فجاء هذا في سياق عد النعم من أول السورة إلى هذا الموضع، وهو عد النعم. آخر النعم التي عدها الله عز وجل نعمة اللباس، وأول النعم التي عدها في أول السورة نعمة التوحيد، نعمة لا إله إلا الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا بدايته، أول نعمة نعمة التوحيد. وآخر النعم فيما عده الله في هذه السورة، سورة النعم، نعمة اللباس والمسكن. ذكر ذلك ثم قال: فكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فيكون هذا السياق دالا على وجوب استحضار عظمة المنعم وفضله على العباد وكثرة النعم. في السورة نفسها قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر
بكثرة النعم، وأيضا في الوقت نفسه عدد النعم، عدد النعم على العباد. نعم، في أوائل السورة قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الله لغفور رحيم. فهذه من النعم التي هذه الآيات وهذه السورة في نعم الله على العباد، ختمت بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. الواجب على من عرف نعمة الله لا ينكر نعمة الله عليه، بل يكون على لسانه دائما هذا فضل الله. إذا نجح في تجارة يقول هذا فضل الله، إذا نجح في عملية تتعلق بصحة لا ينظر إلى مهارة طبيب أو غيره يقول هذا فضل الله، إذا مثلا نجا من حادث لا ينظر إلى مهارة السائق ودربته في القيادة يقول هذا فضل الله. كلما تجددت نعمة تذكر المنعم، لا يلتفت بقلبه إلى ماذا؟ إلى السبب، لا يلتفت إلى السبب. لا يقول قائد السيارة ماهر، لا يقول قطبان السفينة متقن، لا يقول لا هذا بعرقي ودربتي وفهمي وحذقي ونحو ذلك، بل كل ما تجددت نعمة قال هذا فضل الله، هذا فضل الله عليه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من تتجدد النعمة له فلا ينسبها إلى الله، لا ينسبها إلى الله، وإنما ينسبها لما جعله الله سببا أو لما يظنه المرء أنه سبب فينسبها إليه. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة رحمه الله تعالى نصحا للعباد، وأن يكون العبد المؤمن الموحد دائما كلما تجددت له نعمة من نعم الله عليه يقول هذا فضل الله، هذه نعمة الله، نحمد الله على نعمه، نحمد الله على فضله. ومن المهم غاية الأهمية في باب التوحيد والإيمان استحضار نعمة المنعم. ولهذا اقرأ في دعوات جميع النبيين، اقرأ في دعوات جميع النبيين يأتي هذا في أوائل الدعوة، التذكير بالنعم، مثل قوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. في القرآن آيات كثيرة جدا، في القرآن آيات كثيرة جدا كذلك. في القرآن آيتين مبدوءتان بقوله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وفي القرآن آيتين مبدوءتان بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وفي القرآن آيتين: فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله، مبدوءة بهذا، فاذكروا آلاء الله. وفي القرآن آيات كثيرة جدا في هذا الباب، باب التذكير بالنعم. ولهذا من التوحيد تذكر النعم، من التوحيد تذكر النعم، نعم المنعم وفضله سبحانه وتعالى على عباد، على عباده. وكلما تجددت على العبد نعمة قال الحمد لله، هذا فضل الله، هذه نعمة الله. إذا ضعف الالتفات إلى المنعم وفضله سبحانه وتعالى ينصرف القلب إلى ماذا؟ إلى الأسباب، ينصرف إلى الأسباب. تجد الشخص مثلا نجا من حادث محقق فما يقول: لا اللهم لك الحمد الله نجانا، يقول: سبحان الله القائد كان ماهر جدا ومهارته في القيادة عجيبة، وكدنا أن نصطدم لولا أنه بمهارته انحرف كذا، ويصف الحادث ويتحدث عن مهارة القائد. كم من قائد ماهر هلك، وكم من قائد كان ضعيف الدربة في القيادة وسلمه الله. الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله من قبل ومن بعد. ولهذا يعني من واجبات المؤمن الموحد ذكر نعمة الله عليه وأن لا ينكر ذلك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، لا ينكر ذلك، بل كلما تجددت نعمة أضافها إلى الله سبحانه وتعالى حامدا شاكرا ربه على أنعمه. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. الشيخ رحمه الله لخص كلام مجاهد
ولفظه قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يشير مجاهد إلى ماذا؟ نعم، إلى ما عدد في سورة النعم، سورة النحل، يشير إلى ذلك، يقول هي المساكن والأنعام، وجعل لكم من الأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، في أول السورة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. فهي المساكن والأنعام وما يرزقونه منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، كان هذا لآبائنا فورثونا إياه، ما كانوا يضيفون نعمة الله إلى الله عز وجل، إما يضيفها إلى مهارته وحذقه، أو يضيفها إلى آبائه وأجداده، أو غير ذلك مما سيأتي أمثلة عليه. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. نعم. قال رحمه الله: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. أيضا هذا مثال آخر. الآن الشيخ يذكر آثار عن السلف فيما يدخل تحت عموم معنى الآية، تحت عموم معنى قول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من ضمن ما يدخل فيها ما جاء في أثر مجاهد أن يضيف النعمة إلى آبائه وأجداده. ومن الأمثلة أيضا على ذلك أن يقول لولا فلان لم يكن كذا وكذا، لولا فلان لم يكن كذا وكذا، يعني لولا فلان ما أصبنا بالحادث مثلا، لولا فلان ومهارته ودربته ما أصبنا بالحادث. أو يقول آخر: لولا خبرة فلان ما أفلحت في تجارتي، لكن فلان خبير ودلني إلى كذا وأرشدني إلى كذا، فينسب النعمة إلى فلان. لولا فلان، لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم أصب بكذا. هذا يتضمن قطع إضافة النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. حتى ولو كان الإنسان في عقيدته المستقرة في قلبه أن المنعم الله سبحانه وتعالى، من الشرك الخفي، من الشرك الخفي ما يسمى شرك الألفاظ، وهذا منه، وهذا منه. ولهذا واجب على العبد الموحد تأدب مع جناب الله في فضله عليه ونعمته، فإذا تجددت له نعمة في كل مرة تتجدد يضيفها إلى المنعم، فإن أضافها إلى غيره غافلا عن فضل الله عليه، حامدا غير الله على ما حصل له من تجدد نعمة، فهذا من الشرك الخفي، فهذا من الشركة ومن أبواب الشركة الخفي، لدلالة على كفر بالنعمة، لدلالة على كفر بالنعمة كما في الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا زيادة على ما سبق فيه الشرك، هذا زيادة على ما سبق فيه الشرك، يقول هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا إضافة إلى ما سبق من إضافة النعمة إلى غير الله فيه أيضا الشرك. والآية تعم كل ما ذكره أهل العلم، الآية تعم كل ما ذكره أهل العلم في معناها. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ثم نقل رحمه الله تعالى هذا النقل عن أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الذي سبق مر معنا في باب الاستسقاء بالأنواء، والذي فيه أن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قد تقدم الحديث. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة،
كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. من الأمثلة على ذلك هذه الآية يعرفون نعمة الله، وأيضا آية سبق مرت معنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم حظكم ونصيبكم من إفضال الله عليكم أنكم تكذبون فتنسبون النعمة إلى غيره، إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث الله جل وعلا يقول في هذا الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من هو الكافر؟ الذي يقول مطرنا بنوء كذا، يضيف النعمة إلى النوء، ما يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا فيه أن الموحد كلما تجددت نعمة قال ماذا؟ هذا فضل الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، رزقنا بفضل الله ورحمته، وهكذا نجونا بفضل الله ورحمته، سلمنا من الهلاك بفضل الله ورحمته، كدنا أن نغرق لولا فضل الله ورحمته، وهكذا دائما يجري على لسانه مباشرة عند تجدد النعمة، يجري على لسانه مباشرة إضافة المنعم النعمة إلى المنعم. قال بعض السلف: هو قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. هذا في أناس يعني مثل كانوا في البحر وشارفوا على هلاك وحصلت لهم نجاة، فيسألون كيف نجوتهم، يقول كانت الريح طيبة، ما في عواصف شديدة، كانت الريح طيبة، والملاح يعني قطبان السفينة حاذقا ماهرا في تحريك السفينة، فأضافوا النعمة إلى من؟ إلى الريح والملاح، إلى الريح والملاح. والله جل وعلا يقول: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه النجاة إنما هي من الله، إنما هي من الله. فمن الشرك الخفي، شرك الألفاظ، أن يضاف إلى السبب مثل هذا، حتى لو يقول قال: أنا عقيدتي في نفس الأمر أن الله هو المنعم، لكن أتحدث عن السبب، يقال له تحدث عن المنعم الذي يسر لك هذا السبب وتفضل عليك بهذا السبب وأنعم عليك به، تحدث عن فضله مباشرة، قل الحمد لله هذا فضل الله، يسر الله لنا النجاة وسلمنا. قال: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. يعني هذه أمثلة وعليها فقس، هذه أمثلة وعليها فقس، أمثلة كثيرة في واقع الناس وفي حياتهم. تجد المرء مباشرة إذا تجددت له نعمة، خاصة النعم العظيمة، يلتفت إلى السبب قلبه ويتحدث عن السبب مباشرة ويحمد السبب مباشرة، ينسى نعمة، ينسى المنعم سبحانه. هذا من الشرك الخفي، هذا من الشرك الخفي الذي هو شرك الألفاظ. وخذها فائدة أن الشريعة كما أنها جاءت بصيانة القلوب بالعقيدة الصحيحة، جاءت كذلك بصيانة الألفاظ. يعني بعض الناس لما يخاطب في مثل هذه الأمور ماذا يقول؟ يقول: أنا قصدي طيب، أنا نيتي حسنة، لا أقصد هذا المعنى السيء. يقول: حسنا، لو كنت تقصد هذا المعنى السيء لكان الأمر أطم وأعظم، لكن الآن لا نتحدث عن القصد، القصد من نعم الله عليك سليم، لكن اللفظ أيضا الشريعة جاءت مطالبة العبد أن يحرص على ضبط ألفاظه، فلا يكون في الألفاظ شرك، حتى لو لم يكن هذا الشرك عن عقيدة، أيضا اللفظ يصان، يصان اللفظ عن ما فيه شرك أو ما فيه أيضا عدم احترام جناب الرب سبحانه وتعالى، عدم التعظيم لله. هناك ألفاظ ما لا يقصدون معناها، معناها المنتقد، معناها الباطل لا يقصده، بل بعضهم لم يرد على باله المعنى الباطل، لكنه خطأ في اللفظ. والشريعة أيضا جاءت بإصلاح الألفاظ، جاءت بإصلاح الألفاظ كما جاءت أيضا بإصلاح ماذا؟ العقائد والقلوب. الآن يعني لو نأتي بمثال، من هنا يقول جاري على الألسنة كثير،
الآن لما تأتي في بعض كتب النحو إعراب قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ونخلق فعل ماضي، الإنسان نائب فاعل، انتبه انتبه، هذا فيه خلل يعني في اللفظ عظيم جدا. نائب فاعل، الفاعل من هو؟ الفاعل فاعل خلق من هو؟ الله جل وعلا. فكيف يقال الإنسان نائب فاعل والفعل الخلق؟ يقول أنا ما أقصد هذا، فقط إعراب. يقول أيضا أصلح لفظك وتأدب مع الله، القصد شيء واللفظ أيضا شيء، والشريعة جاءت بإصلاح الألفاظ وإصلاح المقاصد والقلوب، إصلاح المقاصد والقلوب. وهذا فيه كثير من هذا القبيل، ألفاظ شائعة كثيرة فيها خطأ، فيها سوء أدب مع الله، فيها شرك خفي، أشياء من هذا القبيل. والإمام رحمه الله في هذا الكتاب يعني يتتبع، وهذا من عظيم نصح، ولا تكاد تجد مثل صنيعه رحمه الله في إصلاحه. هذا الكتاب كتاب إصلاحي عظيم جدا، هذا الكتاب كتاب التوحيد، كتاب إصلاحي، يصلح للناس منطقهم، ألفاظهم، كلماتهم، قلوبهم، إصلاح عجيب في هذا الكتاب. ولهذا أنا أنصح كل من يقرأ هذا الكتاب أن يقرأه بهذه النية، نية الإصلاح، أن يصلح نفسه وغيره في توحيده، في إيمانه، في عقيدته، في ألفاظه، في منطقه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، لأن الله جل وعلا في الآية قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفونها أي في قلوبهم أنها نعمة الله، لكن ينكرونها بألفاظهم فينسبونها إلى غيره. نعم. قال رحمه الله: الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، جار على ألسنة كثير، الذي هو إضافة النعمة إلى غير الله، إلى السبب أو لما يظن أنه سبب. نعم. قال رحمه الله: الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، لأن الله قال ينكرونها، يعني ينكرون نعمة الله عليهم. ما هو هذا؟ إضافتها إلى غيره، سماه الله عز وجل إنكارا للنعمة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب، المعرفة والإنكار، المعرفة ضدها الإنكار، فيجتمعان في القلب في مثل هذه الصورة. في قرارة القلب يعرف أن المنعم هو الله، وعند تجدد النعمة يلتفت قلبه إلى من؟ يلتفت قلبه إلى السبب، ولما يتحدث عن هذه النعمة المتجددة يتحدث عن السبب لا عن المنعم سبحانه وتعالى. فاجتماع الضدين في القلب، المعرفة والإنكار، الضدين المعرفة والإنكار. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حسب ترتيب المصحف، أول أمر جاء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الأمر بالتوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، في آيتين متتاليتين. أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا. كل أمر بالعبادة كما قال ابن عباس أمر بالتوحيد، اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، أخلصوا دينكم له، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه أربع من النعم العظام الكبار يعددها الله سبحانه وتعالى على العباد، ثم يتبعها بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الخطاب لمن؟ فلا تجعلوا لله أندادا، للمشرك الذي يعبد غير الله، الذي اتخذ الند مع الله. يقول: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا مع الله شركاء في العبادة، هذا معنى الآية.
فلا تجعلوا مع الله شركاء في العبادة. وأنتم تعلمون ماذا؟ أنه لا خالق لكم إلا الله، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله. فهم يعلمون أن الخالق الله وحده، يعلمون ذلك أن الخالق الله وحده، ويتخذون معه الشركاء في العبادة، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي آية أخرى قال الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله، بالله ماذا؟ ربا خالقا رازقا منعما، إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة، مشركون معه غيره في العبادة. فقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: أي لا تشركوا به شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. أنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، هذا معنى الآية، هذا تفسير ابن عباس لها. وأيضا لو تنظر في أئمة التفسير تفسيرهم بنحو تفسير ابن عباس وعلى نهجه في معنى الآية. فمعنى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. الآية في ماذا؟ نعم، في الشرك الأكبر. الآية في الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الناقل من الملة. لكن جرت عادة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان على الاستدلال بالآية التي في الشرك الأكبر على ماذا؟ على الشرك الأصغر، بجامع أن كل منهما ماذا؟ شرك. مر معنا في أوائل الكتاب أثر من حذيفة لما قطع التميمة، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة بن اليمان استدل بآية في الشرك الأكبر على شيء من الشرك الأصغر، على شيء من الشرك الأصغر، لشمول الآية النوعين بعمومها، لشمول الآية النوعين بعمومها، ودخول الأصغر في مسمى الشرك لكنه أصغر، لكن الآية بعمومها تتضمن التحذير من ذلك، تتضمن التحذير من ذلك. هنا ابن عباس نظير ما صنع حذيفة، هنا ابن عباس رضي الله عنهما استدل بهذه الآية التي في الشرك الأكبر على أشياء هي من الشرك الأصغر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد، نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، وهذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. نعم، هذا الأثر ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية التي في الشرك الأكبر، في ذكر صور كلها من الشرك الأصغر، ذكر صور كلها من الشرك الأصغر، وبدأ ذلك رحمه الله بقوله: الأنداد هو الشرك، هو الشرك، الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل، ليس فقط أخفى من دبيب النمل، يقول: على صفات سوداء في ظلمة الليل. تخيل الآن حتى يتضح لك خفاء الشرك، هذا المثال الذي ضربه حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه، وله شاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم سأشير إليه. يقول ابن عباس: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الآن تخيل هذه الصورة فقط، استحضرها، ليل مظلم، لو أمامك إنسان وعليه ثوب أبيض ربما ما تراه من قوة الظلمة، ظلمة الليل، ليل مظلم وصفات سوداء صماء،
أمامك صفات صخرة سوداء وفوقها نملة سوداء، هل ستراها؟ ليل مظلم، صفات سوداء، نملة في ظلمة الليل تمشي على هذه الصخرة، هل تراها؟ هل تبصرها؟ الشرك أخفى يقول من ذلك. انتبه، يعني هذا كله الآن مقام نصح، ليس مقام يعني تهويل، مقام نصح، نصح للعباد حتى ينتبه العبد، يكون في حيطة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما للصحابة: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، في حديث ثابت قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قالوا: بلى. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. انتبه لمسألة نستغفرك لما لا نعلم، في شيء خفي، في شيء خفي يتسلل هكذا فجأة، يجد اللسان دخل عليه لفظ. مهما كنت، مهما كنت أيها العبد، تجد فجأة، وخاصة في بعض المواقف تجد اللسان دخل عليه، حتى يكون شخص عنده علم، عنده بصيرة، يقول له صاحبه أقل منه علما: يا فلان انتبه، قلت كذا. يقول: استغفر الله. صحيح، المسألة يعني هذا مقام نصح، هذا مقام نصح وتحذير، وأن الواجب ينتبه. يقول ابن عباس: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. ثم يذكر بعض الأمثلة للتوضيح. قال: وهو أن تقول: والله، هذا حلف بالله، صحيح، وحياتك يا فلان، وحياتي، هذا حلف بماذا؟ حلف بغير الله، والحديث واضح وسيأتي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله كائنا من كان فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بالكعبة، الحلف بالنبي، الحلف بولي، الحلف بحياة الإنسان، كل هذا من الحلف بغير الله، كله داخل في قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الحديث: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، لا يحلف إلا بالله. وتجد مثل ما قال الشيخ على ألسنة كثير من الناس، جرى على ألسنتهم، ربما بعضهم نشأ على ذلك من صغره، يحلف بغير الله، مثل الحلف بالنبي. أذكر من طرائف القصص أن شخصا سمع آخر يحلف بالنبي، فأخذ يبين له أشياء ويوضح، حتى اقتنع الرجل، اقتنع أن ما يجوز، ووضحت له الأدلة، فأراد أن يؤكد له أنه ملتزم بذلك، فحلف له بالنبي ألا يحلف بالنبي، لأن لسانه درج على هذا، تعود، مع أنه الآن اقتنع، اقتنع بالأدلة وعرف، ويريد أن يحلف أنه لن يعود لذلك، فجرى على لسانه ماذا؟ انتبه لمسألة الشرك أخفى، أخفى من دبيب النمل، يعني فيه خفاء عظيم جدا. وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، يعني ماذا؟ مثل كلب الحراسة للماشية، يقول مثلا راعي صاحب الأغنام، يقول: أغنامي كادت أن تسرق البارحة لولا الكلب، لولا الكلب كادت أن تسرق. هذا ماذا الآن؟ هذا من الشرك، الشرك الخفي، حتى وإن كان يعرف أن نجاتها وأن النعمة من الله، لكن اللفظ الآن لولا الكلب، يقول: لولا الكلب لأتانا اللصوص. اللصوص جمع إيش؟ جمع لص. هل هو لص أو لص أو لص؟ ماذا تختارون؟ ولا الثلاثة مثل ما مر معنا سابقا؟ إيش؟ الرشوة. هذه مثلها، خذ راحتك، يعني انطقها كما شئت لن تخطئ. قال: ولولا البط في الدار، ولولا البط في الدار لأتى
اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص. أيضا البط، البط من فضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه، إذا عاش في بيت وعرف أهل البيت إن جاء أحد غريب يصدر له صوت، يصدر له صوت فيعرفون فيه غريب. فإذا قالوا لولا البط لأتانا اللصوص، البط هو نعمة الله عليك، والله هو الذي سخره، هو الذي قيضه، هو الذي جعله يفعل هذا الشيء، كيف تضيف عليه؟ يعني هذا داخل في 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 هذا الباب. كذلك قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذه الكلمة قالها رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، لأن الواو تفيد مطلق التسوية، بخلاف ثم، ما شاء الله ثم شئت، هذه ثم تفيد التراخي. فهذا أيضا مثال قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، لا تجعل فيها فلانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا كله به شرك، به شرك. ما نوع الشرك؟ شرك ماذا؟ الألفاظ، شرك ألفاظ. هؤلاء الذين يقولون ذلك، مثل يقول لولا البط، لو تسأل تقول أنت عقيدتك أن البط هو الذي نجاك من اللصوص، يقول لا والله أنا أعتقد أن الذي نجانا هو الله، لكن لما يأتي في الموقف تجدد النعمة فينسب النعمة إلى غير المنعم، هذا من شرك الألفاظ، هذا من شرك الألفاظ، وهو من الشرك الماذا؟ الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. وابن عباس رضي الله عنهما احتج بهذه الآية في الشرك الأكبر، وهي في الشرك الأكبر على هذه الصور العديدة التي كلها من الشرك الماذا؟ من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عمر بن الخطاب، والصواب أنه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، في بعض الروايات فقد كفر، وفي بعضها فقد أشرك، في بعضها فقد كفر وفي بعضها فقد أشرك. والشرك والكفر، الشرك والكفر كل منهما قد يطلقان على معنى واحد، قد يطلقان على معنى واحد وهو الكفر بالله، ويفرق بينهما في أن الشرك يختص بماذا؟ بتسوية غير الله بالله، فيكون الكفر أعم، يكون الكفر أعم، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. في بعض ألفاظ الحديث جاء كما ذكره المصنف فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، والكفر هنا هو دون الكفر الأكبر، الكفر هنا في الحلف بغير الله دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر الناقل من الملة، لكنه من الشرك الأصغر، كما مر معنا في أثر من؟ في أثر ابن عباس في الصور العديدة من الشرك الأصغر التي ذكرها رحمه الله في تفسيره للآية. لكن إذا كان الحلف بغير الله، إذا كان الحلف بغير الله عن تعظيم للمحلوف أعظم من تعظيم الله، فهذا لا يكون فيه من الشرك الأصغر. أذكر مرة قرأت في كتاب يتحدث عن موضوع الحلف بغير الله، فذكر في ثنايا الكتاب أن رجلا في مجلس حلف بولي من الأولياء، فغضب أحد الحاضرين. أنا لما قرأت غضب أحد الحاضرين مباشرة جاء في ذهني أنه غضب لحلفه بغير الله،
قال فغضب أحد الحاضرين وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ انظر الآن، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. هذا الولي الفلاني رجل ميت، رجل ميت. فانظر الآن الصورة اختلفت، الآن الصورة اختلفت تماما عن مسألة الشرك الأصغر. تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب. ولهذا بعضهم لما وجد عندهم في بعض من يحلفون به من المعظمين عندهم ما عندهم مشكلة يحلف بالله هو كاذب، لكن إن حلف بالولي ما يحلف، يخاف أكثر من خوفه من الحلف بالله، يخاف. يقول له احلف بالله يحلف، يقول احلف بالسيد فلان أو بالشيخ فلان احلف، يخاف ما يحلف، في قلبه خوف أعظم من خوفه من الله عز وجل. هذه مسألة أخرى غير مسألة الشرك الأصغر، هذه مسألة أخرى خارجة عن موضوعنا، هذه من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا أثر عظيم جدا في فقه الصحابة رضي الله عنهم ومعرفتهم بخطورة الشرك، عظم خطورة الشرك. يقول رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. تأمل معي، أحلف بالله كاذبا هذه واحدة، الثانية أحلف بغيره صادقا. لو تتأمل في كل منهما، كل منهما فيه حسنة وسيئة. الجملة الأولى فيها حسنة وسيئة، والجملة الثانية فيها أيضا حسنة وسيئة. ننظر الآن في الحسنة. الجملة الأولى الحسنة ما هي؟ حسنة التوحيد، أحلف بالله، هذه حسنة التوحيد. والجملة الثانية الحسنة ما هي؟ حسنة الصدق. أي الحسنتين أعظم؟ حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. أيضا في الجملتين كل منهما فيها سيئة. الجملة الأولى فيها سيئة ماذا؟ الكذب. والثانية فيها سيئة الشرك. أي السيئتين أعظم؟ سيئة الشرك. انظر فقه الصحابة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هو لا يفعل الأمرين رضي الله عنه، ولا يفعل الأمرين لا هذا ولا هذا، لكن أراد بهذه الكلمة ماذا؟ البيان، تعليم الناس حتى يعرفوا خطورة الحلف بغير الله، حتى يعرفوا خطورة الحلف بغير الله ولو كان الحالف ماذا؟ صادقا. لأنه وإن كان صادقا فبحلفه بغير الله أشرك، كما تقدم معنا في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا من الفقه العظيم. يقول ابن تيمية: وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك. وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة ماذا؟ الشرك. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. ثم أورد هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. العطف بالواو يقتضي المساواة، يفيد مطلق العطف، يفيد التساوي، ما شاء الله وفلان، بخلاف ثم فإنها تفيد الترتيب والتعقيب. قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والأولى أن يقول ما شاء الله وحده، كما في الحديث الآخر: قل ما شاء الله وحده، قال له. لكن إن أراد أن يذكر فلان يذكره بثم التي تفيد التراخي،
يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن فلان مشيئته تحت مشيئة الله. يقول الشافعي في أبيات له في القدر، ويا كما قال ابن عبد البر من أحسن ما قيل في القدر، يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا كله بقدر. الشاهد أوله قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، مشيئة العبد تحت مشيئة الله. فإذا أراد أن يذكر مشيئة العبد يذكرها بماذا؟ ثم، التي تفيد التراخي والتعقيب والترتيب. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه تسوية غير الله، هذه فائدة، تسوية غير الله بالله، إن كان في الألفاظ، في الألفاظ، في الأصغر فهو أصغر، وإن كانت التسوية في الأكبر فهو أكبر، وهذا هو الشرك، الشرك التسوية. ولهذا الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله عدلا، عدلا أي ندا، ندا تسوية، لكن في ماذا؟ في الألفاظ. فما كان من التسوية في الأصغر فهو أصغر، وما كان من التسوية في الأكبر فهو أكبر. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، أثر النخعي هو مثل ما تقدم، يعني لا يقول لولا الله ثم فلان أو أعوذ بالله وبك. إذا كان ولا بد قائلا يجعل فيها ثم، ثم التي تفيد التعقيب والترتيب والتراخي، بخلاف الواو، الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تعقيبا، ولا تقتضي تعقيبا. لما تقول جاء محمد وخالد، قد يكون خالد وصل قبل محمد، لا تقتضي. لكن لو قلت جاء محمد ثم خالد، تفيد تعقيب وتفيد ترتيب. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. تفسير آية البقرة في الأنداد، قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة فسرها، مع أنها في الشرك الأكبر، فسرها بصور هي ماذا؟ من الشرك الأصغر، بجامع أن كل منهما ماذا؟ شرك. نعم. قال رحمه الله: الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، مثل ما فعل ابن عباس هنا، ومثل ما فعل حذيفة فيما تقدم في أول الكتاب. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. أن الحلف بغير الله شرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. قال رحمه الله: الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. هذا مستفاد من أثر ابن مسعود، من أثر ابن مسعود، لأن الشرك الأصغر أعظم من غيره من الكبائر، أعظم من اليمين الغموس، مثل ما قال ابن عباس: لأن أحلف بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. قال رحمه الله: الخامسة: الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ. الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما تفيد مطلق المساواة وتقتضي المساواة، وتفيد مطلق الجمع. أما ثم فهي تفيد الترتيب وتفيد التعقيب، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. وانتبه لفائدة نختم بها،
النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا تقولوا ما شاء الله وشئت وقولوا ما شاء الله ثم شئت، أي شيء يصلح؟ أي شيء يصلح عليه الصلاة والسلام؟ الألفاظ، ما له علاقة بما في القلب، هذا أمر آخر. الآن كله مسألة تتعلق بإصلاح الألفاظ، إصلاح المنطق. بعض الناس لما تنبه على لفظ يخطئ فيه يقول لا أنا قصدي سليم. نعم قصدك إن شاء الله سليم، لكن لفظك لابد أن يكون كذلك ماذا؟ سليما. لا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، أصلحوا ألفاظكم. هذا معنى قوله ثم شئت، أي أصلحوا ألفاظك حتى وإن طابت مقاصدكم، حتى وإن طابت مقاصدكم. هذه مسألة لابد أن ننتبه لها، معنى الحديث أصلحوا ألفاظكم حتى وإن طابت مقاصدكم، وإن سلمت مقاصدكم اعتنوا بصلاح ألفاظكم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وبمناسبة هذه الدعوة وارحم موتانا وموتى المسلمين، واحد من زملائكم الذين أمامي هنا يجلس أمامي من القريبين في هذا الصف توفي قبل أيام بحادث، وغدا سيصلى عليه، من طلاب الجامعة ومن طلاب هذه الحلقة الماضبين عليها، أحمد عرفات من كندا، توفي في حادث، نسأل الله أن يغفر له ولموتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.